إذا كنت مريض مرض ما إله علاج، إذا كنت مهموم، متضايق، تعبان، إذا كان عندك مصايب كتير بحياتك ومشاكل، وإذا كنت بضائقة مادية أو حتى مديون، وإذا بدك رب العالمين يبارك بأموالك ويضاعف لك أموالك، فعليك بالصدقة. ما نقص مال من صدقة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بلسم آية. سلام يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. طبعا زي ما شفتوا أنا شوي تعبانة، فما عليكم مني، يعني المهم إنه الحلقة تستفيدوا منها. إن شاء الله اليوم الحلقة حتكون عن الصدقة وفضل الصدقة في حياتنا. إن شاء الله كمان رح أحكي لكم عن صلاة الضحى وقصص كتير مؤثرة، فتابعوا الحلقة للنهاية وبتمنى تنشروها بينكم، لأنه كتير ناس محتاجين إنه يسمعوا هذا الكلام. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي زادة، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، ضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي، روابط تحت بصندوق الوصف، وهذا انستغرامي إذا بتحبوا تضيفوني عليه. بسم الله يلا نبدأ بالفيديو. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك رجل أراد أن يشتري خروفا، فذهب هذا الرجل عند بائع الخرفان وقام بشرائه. وعندما كان ينزل خروفه من السيارة انفلت منه وهرب حتى دخل إلى دار أيتام وفقراء. كانت المرأة التي تعيش في ذلك البيت تقف على باب بيتها تنتظر صدقة أو طعاما من أحد، وعندما رأت هذا الخروف التفتت للرجل وقالت له: اللهم اجعله صدقة واصلة. فما كان من الرجل إلا أن توجه إلى القبلة وقال: اللهم تقبله مني. في اليوم التالي ذهب الرجل لشراء خروف آخر، فرأى البائع يحمل في سيارته خرفانا كثيرة، فاختار أسمن خروف عنده، وهنا كانت الصدمة. قال البائع لهذا الرجل: خذ هذا الخروف مني بلا ثمن. والسبب في ذلك أن الله سبحانه قد رزقني في هذه السنة بميلاد كثير من الغنم، وعندها نذرت على نفسي أن أعطي أول مشتر خروفا هدية مني. بقدر بساطة هذه القصة إلا أنها فعلا تجسد ما نقص مال من صدقة. طيب هلأ خلونا نعرف أكثر، ليش سميت الصدقة بالصدقة؟ الصدقة من الصدق، سميت صدقة لأنها تؤكد صدق الإنسان، يعني إشي بيطلع منك بصدق بعطاء، علامة صدقك مع الله. ما في طريقة تأكد فيها محبتك إلى الله إلا إذا خالفت طباعك. إحنا كبشر شو طبيعتنا؟ طبيعتنا هي أخذ المال، تجميع المال، نضلنا نحصل الأموال. شو عكس هذا الطبع؟ شو هو خلاف الطبع هذا؟ خلاف هذا الطبع إنك أنت تعطي المال، مش تأخذ المال، تعطي المال. لهيك سميت الصدقة صدقة، لأنك بتصدق فيها مع رب العالمين ومع نفسك بأنك بتعطي من قلبك. فمثلا طبع الإنسان إنه يخوض في فضائح الناس، لكن عكس هذا الطبع إنك أنت تمسك نفسك عن ذلك وتستر على الناس وما تحكي على الناس. إذا الطبع بتناقض مع التكليف، إنك أنت تكلف نفسك عكس طبعك، يعني تعمل الإشي عكس طبعك، عشان هيك كان التكليف ثمن الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شو هي بركات الصدقة؟ وقصة كتير معبرة ومؤثرة. الرسول عليه السلام شو حكى يا جماعة؟ ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، يعني أنت ما تطلع زكاة أموالك. قصة صغيرة وبسيطة ومعبرة. كان هناك رجل والده صاحب أكبر معمل في بلاد الشام، معه بضاعة جاءت مستوردة. اللي صار إنه البضاعة جاي عن طريق البحر، والباخرة غرقت في البحر الأحمر،
والبضاعة كلياتها بداخل هاي الباخرة. بس هذا الرجل كان يؤدي زكاة أمواله ضعفاً ضعفاً. بعد مرور 4 سنوات الباخرة أخذت بضاعتها منها، وبضاعته كانت كلها معادن، وربح منها 10 أمثالها. طيب شو بتعمل الصدقة بحياة الإنسان؟ الرسول عليه السلام شو حكى؟ أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، يعني أنت قد ما بتنفق الله رح يرد لك هاي الأموال ضعفاً ضعفاً. شو كمان حكى؟ الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تخيلوا، يعني قد ما يكون عندكم سيئات وذنوب تصدقوا، تخيلوا زي أكنكم بتصبوا مي على النار فبتطفي النار، كذلك ذنوبك وسيئاتك وخطاياك تطفأ وتذهب. وكمان لكل مريض بيعاني من مرض معين مش عم يقدر يتعالج أو ما عم يزبط معه العلاج، رسول عليه السلام حكى داووا مرضاكم بالصدقة. يعني الصدقة ممكن إنها تشفيك، تخيل لما تكون على نية إنك أنت تشفى بإذن الله، فاداوا بالصدقة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. يعني شو معنى هذا الحديث؟ يعني باختصار لما تتصدق تصدق على نوايا وبالسر. صدقة السر يا جماعة، مش أروح أتصدق وأنا عملت وأنا تصدقت وأنا طعمت وأنا سويته. والصدقة يا جماعة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. يعني ببساطة إذا رب العالمين غضبان عليك وإنت عامل ذنوب كثيرة، أنت بالصدقة تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى عليك. وما ننسى أنه الصدقة تدفع البلاء، تدفع الشرور، تدفع المصائب عن حياتك. والصدقة يا جماعة تؤدي إلى البر. شو هو البر؟ هو مفتاح التقوى، مفتاح استجابة الدعوات، مفتاح الإيمان. فالصدقة تؤدي إلى البر، تؤدي إلى هاي الأمور. في القرآن الكريم رب العالمين شو حكى؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شو يعني؟ شو يعني حتى تنفقوا مما تحبون؟ أحياناً في ناس لما يجوا بدهم يتصدقوا بملابس مثلاً بيختاروا أردأ أنواع الملابس عندهم ليتصدقوا فيها على أساس أنه صدقة، بس فعلياً أنت ما بتنال البر، مفتاح التقوى واستجابة الدعوات وزيادة الإيمان، إلا إذا تصدقت على الفقير أو الإنسان المحتاج بإشي أنت بتحبه، إشي أنت بترضى لنفسك زي ما بترضى لإله. فإذا بدك عن جد تنال البر تصدق بشيء أنت ترضى لنفسك، تصدق مما تحب. طبعا يا جماعة ما نقص مال من صدقة. شو يعني؟ مثلا أنت تصدقت 10 دنانير وبالسر وبنيتك لرب العالمين وأخفيت وما منيت على حدا بصدقتك، يعني ما قعدت تعاير الشخص اللي قدامك بالصدقة اللي أنت تصدقتها، فالصدقة هنا تضاعف. يعني هدول 10 دنانير اللي أنت أعطيتهم لحدا ممكن بكرة يرجعوا لك 100 دينار، تخيل. ومجربة، أنا إنسانة بحب الصدقة حتى لو كانت بشيء بسيط، حتى لو كانت بسقيا انك تسقي حيوان، تسقي طير، على مستوى انك انت تعين محتاج، على مستوى انك انت تطعمي فقير، تتصدق بملابسك لانسان محتاج. صدقة يا الله شو بتفتح لك ابواب يا الله. بس اهم شيء على نوايا، خلوا بقلبكم نوايا، يا رب اتصدق على نية الشفاء، نية البركة، الرزق، زيادة الاموال، يا رب تفتح لي مجال في حياتي، مجالات كتير، على نية الزواج، على نية الذرية، يا ربي على نية كذا وكذا وكذا. صدقوني والله عن تجربة، بإذن الله إذا فيها خير لإلكم راح تتحقق. وما ننسى يا جماعة إن الصدقة تؤدي إلى انشراح القلب، راحة القلب، راحة البال، الطمأنينة، تحسوا زي كأنه جبل وانزاح عن قلبكم. طبعا أكيد يا جماعة الصدقة تطهر الأموال. قديش بتطرح الصدقة البركة بأموالك، بتصير تحس إنه هال100 دينار اللي معك كفوا زي كأنك اشتريت أغراض ب500 دينار. كل هذا من فوائد الصدقة. ولازم تعرفوا إنه أفضل الصدقات صدقة السر بدون من ولا أذى، وتكون مخلص فيها لوجه الله سبحانه وتعالى بشكل كامل. في آية في القرآن الكريم بتأكد هذا الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ركزوا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني صدقة السر بالخفاء.
وتخيل إنه بكل صدقة أنت بتطلعها الملائكة تدعو لك. طلع صدقة من قلبك وتوكل على الله وشوف كيف رب العالمين رح يقلب موازين حياتك. شو هي أنواع الصدقة؟ أول شيء الإنفاق على الأهل والأقارب والإحسان لإلهم. زي ما نعرف الأقربون أولى بالمعروف. إذا بتعرف حدا محتاج من أهلك قبل الناس اللي حواليك فالأقربون أولى بالمعروف. طب هل الصدقة فقط بالأموال؟ أكيد لا. الرسول عليه السلام شو حكى؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. حتى البسمة اللي أنت بتبتسمها للإنسان اللي قدامك بكل طيبة هي صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. بتشوف موزة على الأرض، قشرة موزة، بندورة، ورقة، أي إشي ممكن يؤذي الناس أو يتزحلقوا فيه، تخيل أنت لما تزيحها عن الطريق إلك أجر الصدقة. إفشاء السلام صدقة، عيادة المريض صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، كل تسبيحة أنت بتسبحها صدقة، كل تكبيرة بتكبرها صدقة، كل تحميدة صدقة، وأهم شيء يا جماعة الكلمة الطيبة صدقة. كل كلمة طيبة أنت بتحكيها للناس أو بتعلمها للناس أو بتساعد فيها الناس هي صدقة. فما تحرم نفسك من الصدقة وتصدق حتى لو بالكلام. ومن الصدقات كمان صلاة الضحى. صلاة الضحى صدقة عن 360 مفصل في جسد الإنسان. صلاة الضحى يا جماعة من أجمل الصلوات اللي ممكن تصلوها. أكيد مش كلياتكم بتعرفوا صلاة الضحى. تخيل أنت كل يوم بتصلي هالركعتين بيومك وبتاخذ أجر الصدقة عن 360 مفصل في جسدك. تخيل أنت بتتصدق عن 360 مفصل في جسدك. شو هي صلاة الضحى وكم عددها وشو هو وقتها؟ الرسول عليه السلام شو حكى؟ لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. مين هو الأواب؟ هو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فتخيل أنت لما تصلي صلاة الضحى تكتب عند الله من الأوابين. صلاة الضحى تصلى زي أي صلاة، أقل عدد لإلها ركعتين وأكثر عدد إلى ما لا نهاية. مفتوحة معكم. كنت أفكر أنه بس ل 12 ركعة، لكن بعد ما تأكدت عرفت أنه عددها إلى ما لا نهاية. مثنى مثنى، يعني ضروري تصليها ركعتين ركعتين، أقلها ركعتين وإلى ما لا نهاية. أنت حر، بدك تصلي 10 ركعات، تصلي 12 ركعة، 14 ركعة، أنت حر. متى وقت صلاة الضحى؟ صباحاً من بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وبينتهي وقتها قبل أذان الظهر بربع ساعة. وأهم شيء يا جماعة، الرسول عليه السلام شو حكى كمان عن صلاة الضحى؟ شغلة كتير مهمة. من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. صلاة الغداة هي صلاة الفجر، يعني اللي بيصلي الفجر في جماعة بعدين بيقعد يذكر رب العالمين، يقرأ قرآن، بس تطلع الشمس بيصلي ركعتين اللي هم صلاة الضحى، الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تخيلوا يا جماعة قديش صلاة الضحى سهلة وحلوة وأجرها عظيم 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 عند الله سبحانه وتعالى. بس يا جماعة هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا منه، بتمنى ما أكون طولت عليكم، إن شاء الله أن يكون ترك أثر طيب في قلوبكم. انشروا هذا الفيديو من باب الكلمة الطيبة صدقة، بعتوه لكل الناس اللي بتحبوهم عشان يستفيدوا، وما تنسوني من محبتكم من دعائكم. أحبكم كتير، مع السلامة.